أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في برنامج آخر ساعة. ألا يخجل المسؤولون العراقيون اليوم بعد تذيل بغداد لقائمة أفضل العواصم معيشة في العالم؟ ألا يعتبر هذا فشلا ذريعا بالنسبة للحكومة العراقية، خاصة وأن العراق قد تحرر من داعش منذ فترة طويلة؟ لكن أما الجانب الآخر والذي يقول أليس الإرهاب هو الذي في الحقيقة الذي قام ب إيذاء العراق وإيصال العراق إلى هذا الوضع وإيصال بغداد إلى أسوأ العواصم معيشة؟ ألم يقم داعش بتفجيرات في عام 2017 كثيرة أدت إلى دمار بغداد، دمار هذه العاصمة وإيصالها إلى ذلك؟ فلماذا لا نعطي الحكومة العراقية الفرصة للملمة الجراح؟ إذن أعزائنا المشاهدين، سأناقش هذا الموضوع مع ضيفي هنا في الاستوديو، الخبير الاستراتيجي والباحث في الشأن العراقي الأستاذ رعد هاشم. أهلا وسهلا بك أستاذ. مرحبا، حياك الله. خلينا نبدي من الإحصائيات اللي ظهرت عندنا اليوم. عملنا تصويت وظهر أن من المصوتين المشتركين بالبرنامج وضعنا الحكومة العراقية، ما إذا كانت هي المتسببة أو الإرهاب هو المتسبب في وضع بغداد اليوم كأسوأ عاصمة للعيش فيها. طبعا صوت 89% من المشاركين بأن الحكومة هي المتسببة و11% للإرهاب. هل أنت تتفق مع التصويت أو المصوتين بأن الحكومة هي المقصرة؟ لأنه التصويت هو تصويتكم، فإحنا ما نختلف معكم يعني. طيب. هو أنا من المشاركين بالتصويت وأكيد أيضا رميت اللوم على الحكومة، ولكن دعنا نقول أنه يعني الإرهاب أيضا له دور، ولكن يعني لا يمنع في أن تكون الأمور يعني ربما أحسن فيما إذا استغلت الظروف تماما، لأنه الإرهاب يعني حقيقة لم يترك العراق منذ يعني فترة ما بعد الاحتلال 2003، لكن كانت هناك ميزانيات انفجارية، كان هناك تخصيص كبير. حقيقة هناك يعني ملاحظة أنه مو كل الاستبيانات والاستطلاعات التي تنشرها المؤسسات والهيئات الرأي والمنظمات الدولية حقيقة يعتد بها، ولكن في مراجعة بسيطة ربما أنا وأنت في قبل يعني بدء البرنامج، يبدو عرفنا أنه يعني هذه المؤسسة مؤسسة يعني رصينة وفي فروعها في كل أنحاء العالم ويعتد بها، والذي نقل الخبر نقلته وكالة أيضا محترمة. المنظمات والهيئات الأخرى التي تنقل حقيقة بهدف مغرض وطبعا تعطي الحجة للحكومة للمسؤولين عن خدمات المحافظة وأمن المحافظة أقصد العاصمة، تعطيهم الحجة أنه التشكيك والتقليل من أهمية مثل هكذا اتهامات. نحن نسمع منذ سنوات طوال، يعني ربما تزيد عن 8 سنوات ربما 10 سنوات من يفتي أو يطرح موضوع أنه بغداد هي، أو طبعا هي حينما يقولون بغداد مركز العاصمة هم يقصدون البلد كله، لأنه تعرف جنابك يعني من يقولون العاصمة الفرنسية أيضا يقصدون فرنسا ككل يعني، وأن يعني دائما التوجه نحو العواصم بمعنى أنه العراق كله غير صالح للمعيشة أو معيشته يعني مشوبة بالحذر أو بالدرجة الدنيا من الجوانب الإنسانية والاعتبارية وحتى الخدمية أو الأمور الأخرى. أتمنى من المخرج الآن أن يظهر لنا إذا عنده صورة للمقال اللي موجود اليوم اللي ظهر والنشر لرويترز. يعني حقيقة بالنسبة لليوم هذا كما هو واضح المقال، يعني أنت عندك اليوم هذه مؤسسة تقول لك بأنه صنعاء متقدمة عليك بمرتبتين، متقدمة على بغداد ودمشق يعني، والمفاجأة الكبيرة متقدمة بست مراكز على بغداد. طيب يعني دمشق ذاك اليوم حررت الغوطة الشرقية إلها، صنعاء يعني الحوثيين مسيطرين عليها ومعارك طاحنة، إيه معقولة إذا أنا كنت في صنعاء وفي دمشق أعيش حياة أفضل من الحياة الموجودة ببغداد؟
يعني شنو الكلام اللي ممكن انه منو يتحمل هذه المسؤولية كبيرة جدا؟ احنا يؤسفنا يعني طبعا هو انت حينما تتحدث لي عن يعني هذه التأشير السلبيات حقيقة هذا الموضوع فيه غصة، ولكن هذه الغصة سرعان ما تزول حينما يعني نتفاعل بالخير ونتأمل انه بغداد تتحسن ومن تتفائل؟ يظهر شلون تتفائل؟ بس لحظة استاذ رعد، شلون تتفائل انت وهذه يمكن رابع او خامس احصائية احنا نسمع بغداد هي الأخيرة على مستوى العواصم، جابوها على العيش، جابوها على كل المستويات. يعني أنا أتمنى نفس المركز الآن يعني أشدنا به وبرصانته وبحصافته ربما بتأشير مثل هكذا مواقف، نتمنى عليهم أيضا أن يكشفوا لنا عن اللجان التي ذهبت إلى هذه العواصم واستطلعت عن الصور والملاحظات والمآخذات التي يعني أشروها، أما أن يعني تكون استنتاجاتهم ومعطياتهم بالدرجة يعني هي مدن العربية كلها عزيزة وغالية علينا، يمن ولا صنعاء ولا المدن اللي ذكرتها حضرتك واللي هم قارنوها أبدا، يعني العراق البغداد حلوة وجميلة ومن يذهب لها ينبهر، ما زال ينبهر، نعم مؤشرات ضعف خدمات ويعني هذه واضحة حتى المحافظ وأمينة العاصمة محافظ بغداد أقصد هم في لقاء مع رئيس جمهورية قبل أيام يشكون له يعني موضوع ربما المساعدة في تخصيصات معينة في يعني تثبيت أمور ربما تخدم الجانب الخدمي في بغداد وأيضا جانب الأمني جميعا، يعني أقصد الجهة المنظمة لهذا الاستطلاع جميعهم يعرفون أنه يعني العراق خرج من إرهاب والإرهاب هذا يقلق دول العالم في المجيء إلى العراق. هذا ليس فيه عيبا، نعم الجانب الخدمي الجانب الجمالي ربما يعطي يعني أقصد المتدني ربما يعطي جانب سلبي في الانطباع وتحكم عليه من تحكم من هذه المنظمات، ولكن كما أقول نتمنى كنا أن نجد فريق العمل الذي استطلع هذا الموضوع حتى لا نشنع كثيرا ويعني نتبنى مثل هكذا طروحات دائما. طيب استاذ رعد، خلينا احنا بالنتائج، اتمنى ان الزميل المخرج يظهر لنا النتائج الان حتى نشوف الاحصائيه الاخيره اللي وصلنا لها اذا ما كانت بعدها على نفس الاحصائيه اللي ذكرناها بدايه البرنامج. انت كنت احد المشاركين طبعا بهذا التصويت، 88% طبعا يعتبرون ان الحكومه هي المسؤوله. طيب خليني انا احكي لك من ناحيه الارهاب، اكو ناس تقول لك حقيقه داعش سوى تفجيرات خطيرة جداً ب 2017، هذه على أساس 2017 داعش يعني ما ترك شيء بالعراق، بغداد الآن بال 2018 يلا ديعم بيها الأمن والأمان والراحة بالنسبة للمواطنين العراقيين، عدد لا بأس به اشترك شاف الحكومة، لكن أنا أقول لك عن الإرهاب يا أخي، إحنا واجهنا أعتى معركة في تاريخ العراق كله من بداية تأسيس الدولة العراقية، يعني ما تعتقد بأنه فعلاً الإرهاب يأخذ نصيب كبير جدا من اللي صار ببغداد، ما نقدر احنا بس نتصيد على الحكومة العراقية كل شيء. ما أنا قلت لك يعني هو إذا يقصدون الجانب الأمني فكما ذكرت هو الجانب الأمني إن شاء الله في تحسن بعد عن يعني أعلن القضاء على الإرهاب رغم أنه بعض خلايا وحواضنا موجودة، ولكن يعني إن شاء الله خارج بغداد وخارج المدن الأخرى بإذن الله. إذا من الجانب الخدم الأمني الجانب الخدمي رغم وجود الإرهاب رغم تحدي الإرهاب الجانب الخدمي لا تعفى الحكومة من المسؤولية في إيلاء الهمية للجانب الخدمي، فنحن نشهد أو نتابع ونلاحظ أحياء بأكملها تعاني من أجلكم الله يعني هذه القمامة والأوساخ وعدم جمعها، و هذا الموضوع تأخذ شركات ربما وشركات فيها يعني لمسات أو شبهات فساد، وحقيقة مؤسفة يعني أنه يعني سنوات من خدمة أمينة العاصمة التي كنا نتوسم بها لأنه بحكم الخبرة وتظهر لنا هكذا نتائج يعني متدنية، ولا نعول هي احنا ما نحتاج نعول على هذه النتائج، يعني احنا هاي بغداد بغدادنا واحنا نعرفها.
زين هذول المسؤولين، هذول المسؤولين اللي هم أوصلوا الموقف في بغداد إلى هذه المرحلة، يعني هذول مرشحين اليوم بالانتخابات يا أخي راح يصوتونهم والناس فرحانة وتغير سياسي يدري هذه النتيجة، يعني ما تبشر بخير بالنسبة للناخب. يعني هاي أمامهم الشعب، أمامهم هذه، لا أقول هذه النتائج وهذه الاستطلاعات، ولكن هذه النتائج السلبية من إداء هؤلاء المسؤولين، وهذه وهذا التردي الخدمي في جميع المرافق، يعني ليس فقط في مجال التنظيف والمجاري وحتى توفير الماء والكهرباء أحياء بأكملها. طبعا في ناهيك عن موضوع الخصخصة للكهرباء الذي يكلف الكثير من يعني إمكانيات الناس والمواطنين أهالي بغداد، رغم أنه فيها حسنة ولكن ثقل وعبء مادي. هذه الأمور يعني كلها يلمسها ويتابعها ويعاني منها المواطن، لذلك لا خيار له إذا لا سمح الله إلا التزوير يقف عائق أمام المواطن في الاختيار. هذه النتائج قدامه مفروشة، ويعني صار تجربتين ديمقراطية لنقل أمامهم، يعني كشفت زيف وادعاءات هؤلاء المسؤولين الذين أنت تقول وأنا أيضا أقول وهم يعلنون عن أنفسهم أنهم يعني يرشحون أنفسهم للمرة كذا، وربما كثير منهم أخفق والآن يريد أن يتحصن أو يحصن نفسه بالبرلمان أو بالانتساب للبرلمان. لذلك لا مجال أمام المواطن أن يعني أن يجامل، أن يعطي مجال لهؤلاء في الظهور أو الصعود على أكتاف معاناتهم، وعليهم حسن الاختيار. بس خليني أنقل لك صوت حقيقي. اليوم المواطن العراقي ببغداد بساطة يكتب لك تعليق يعني على هذه الاستفتاء، يقول يا أخي أنتوا الإعلاميين وبالإعلام دائما تصيدون شغلات عجيبة غريبة وإحصائيات واستفتاءات وكذا. اليوم المواطن العراقي ببغداد يقول لك إحنا شو قاعدين بأمن وأمان ومرتاحين وماشي الأمور، نعم غلاء، نعم تضخم، نعم عدم وجود الوظائف، بس وين الوضع اليوم؟ وين الوضع ب 2014؟ هذا حال المواطن اليوم يتكلم، يقول لك إحنا بالعكس قدمنا، خليهم يريدون يحطون أي أرقام يريدون يحطوها خلي يحطوها. شلون ترد عليه؟ يعني ممكن، يعني هي وجهة نظر، ووجهة نظر المواطنين طبعا محترمة، لأنهم يعني كما ذكرنا أنهم هم أصحاب المعاناة وهم أصحاب يعني الوجود على الأرض، فيقدر على هواه. ربما البعض منهم لا يجد هذا الشيء، ويعني موضوع المعاناة من الخدمات وسوء الخدمات هذه لا تنكر، يعني ربما نقول الجانب الأمني يعني الحمد لله تحسن، ولكن نبقى أيضا نتابع أو نستقصي نحن أيضا كباحثين ومتابعين أنه الأسس اللي قامت عليها، يعني ما يقارني بصنعاء، لا ولا ما يعني هو من هسه هذه كسر حاجز المصداقية في موضوع الأمن في أقل تقدير. يعني أنت صنعاء في نظرك المفروض هي الأسوأ من بغداد بكثير، لأنه تقارير أيضا وليست ببعيدة أيام زين كانت القمامة تملأ صنعاء كلها، فضلا عن التجيش الميليشياوي هناك لهؤلاء الفصائل الموجودة زين. حقيقة الجانب الأمني تحصل فيه ثغرات هنا وهنا وهناك في العاصمة، ولكن قياسا كما فعلا ذكر بأراء للمواطنين في استبيانكم الرصين يؤشر فعلا يؤشر أنه يعني هذه البوادر التحسن الأمني ربما تطغي، ولكن هذه لا تكفي، أيضا لا تكفي، لأنه يحتاج أنه بيئة آمنة تستقطب أيضا المستثمرين، لأنه وردت إحصائية أخ أحمد أنه من عدد يربو أو يفوق على 2000 من المستثمرين الذين كانوا يعني حاضرين في مؤتمر الكويت، يبدو لديهم تجمع آخر لترتيب أوضاع الوضع الاستثماري في البلد على ضوء نتائج مؤتمر
الكويت طيب. قرأت يعني احصائي اتمنى ان تكون دقيقه انه فقط 200 من سيحضر من الألفين 200 الحضور. هذه يعني ايضا تكشف لك انه يعني البيئه الامنه ليس البيئه الامنه انه موضوع استهداف وداعش وتفجيرات فقط، وانما اخي موضوع الفساد. يعني يقول لك اني شو الجماعه من حضرنا مؤتمر الكويت شو لا اعطوني يعني جانب يعني توضيح استيضاحات واقعيه امنيه من جانب تامين المال المستثمر من الفساد، شو لم يحصل اي تغيير اي يعني مؤشر يطمئننا نحن اصحاب رؤوس الاموال من انه اموالنا فيما اذا استثمرناها سوف لا يسرقها الفاسد. هذه حقيقه امام الوعود التخديريه البطيئه سوف وسنعطي وسنقدم، هذه ما تاكل. نعم هم يقيسوها هذه المراكز الاستطلاع على كل المحاور والجوانب والجهات. زين تعتقد يعني الان اليوم المواطن يسال يقول لك شو ما دايرين بال الجماعه، ما حد يطلع يعلق على الموضوع او يعتذر، تعتقد يعني اليوم مثلا احد المسؤولين مثلا يطلع ويقول فعلا والله هذه النتيجة صحيحة، احنا نعتذر عن الخدمات، احنا نوعدكم بعد الانتخابات انه بغداد تطلع من هذه القائمة؟ يعني تعتقد ممكن نوصل الى تصريحات بهذا الشكل؟ يعني حيصير عندنا حياء مثلا نشوف حياء بهذا الموضوع واحد يطلع يعتذر؟ ايوه لغة الاعتذار ما موجودة عند الجماعة، هاي حتى انت تبطلها مين لا تنتظر من احد لغة اعتذار. ثانيا راح يكلون اتهام، طبعا احنا هسه حكينا مركز احنا ربما يعني كما ذكرت وقلت انه بحثنا وانت عاونتنا باللغه الانجليزيه وظلينا ندور الا لقينا مركز القرار هذا ولقينا مواقع كلها. طيب فعلى من يريد ان يريد خل يسوي مثل ما سوى خلينا نقول احمد الادهمي فلفسناها تفلفس للمراكز طبعا. العلميه ولا هذا ولقينا هذا المركز اللي طلعت منه الدراسه موجود بنيويورك، اخاف ما يعرف بنيويورك هذه ورويتر رويتر يعني من الوكالات الرصينه ولا تنقل الخبر الا بعد تشذيبه وتاكيده واجتراره ومثل عنق الجمل عندها يعني تظل تبحث وتدور ما نشروها اعتباطا او همينها او ايادي ومدري ايش وهاي لغه التخوين والمؤامره هاي خلي يبطلوها خل يعني همين نعذرهم من موضوع لغه الاعتذار ما يعرفوها خل ما نريد منهم اعتذار زين يعترفون انه فعلا جانب الاكبر من ما ورد في هذه الاحصائيه فيه مصداقيه طيب ولكن بلا هاي سوق التبريرات يعني إضافة إلى عدم الاتهامات كيل الاتهامات بلا هاي التبريرات نعترف أنه فعلا كنا ملبوكين أو منهمكين بموضوع الإرهاب والميزانية خوات وهناك فاسدين وهذا التشخيص الحقيقي لما جاءت به هذه النتيجة من يعني أسباب حقيقة و معطيات وصلتنا إلى هذه النتيجة المؤسفة. نأسف كثيرا إلى بغداد طيب. هاي الحلوة الجميلة بلد الرشيد أن يعني يعني تحصل أو تتكال بها أو تلوك بها الألسن من الصبح هذا طبعا هي قبل هذا الوقت من الصبح إلى اليوم تدري ايش كثر بها هضيمة جزء أسوأ منطقة أسوأ بلد يعاد قولتك بلشي يصير شوي غيرية عند أهل الغيرية والإحساس وبلشي يعني هم يطلع لنا واحد يعني ينتفض كذا ينظف يرتب خلينا انت هسه قلت عن الفاسدين وهذا الفساد له دور كبير بالموضوع اليوم اكو خبر اريد اسال تعليقك عليه يعني الشرطه الفرنسيه اليوم زميل مخرج طلع لنا صوره الرئيس الاسبق نيكولاي ساركوزي الفرنسا اليوم الشرطه الفرنسيه اوقفت نيكولاي ساركوزي الرئيس الفرنسي الاسبق بتهم فساد بحملته الانتخابيه مال 2007 يعني شوف لحقوه الى اليوم على حملته الانتخابيه 2007 واوقفوه ليحققوا وياه تحقيق شديد جدا تعتقد حنوصل مثل هذه المرحله في يوم من الايام انه نقدر نوقف اشخاص بهذا الحجم بالعراق يعني اولا هاي مثاره ترى من فاز بالانتخابات ومن شان العقيد القذافي
الرئيس الليبي طيب. الراحل كان موجود وأثيرت حوله هذه الاتهامات، ولكن يعني هدأت إن لم نقل طمطمت أو يعني بردوها الجماعة في وقتها فرنسا. بس مقارنة باتهامات الآن حتى أجيك وراها طيب. المقارنة أنا أكيف عليها تونس عليها أثارها نجل العقيد القذافي، أثارها ثانية بحيث كأنه أحرج الرأي العام أو أحرج الجانب الرسمي الفرنسي طيب. وهي يبدو يعني ملف يعني هو يعني قائم وموجود لم يطمر أو يعني يزدل. هذه الملفات تكون يعني جاهزة عند الضرورة، إن لم تكن بعد سنة أكثر أقل. فهذه المسألة حصلت وتفعلت بعد أن يعني أثير هذا. عاد إحنا منين نجيب واحد مثل ابن القذافي بلش لا يثورها على فلان الوقع الموصل؟ منين نجيب واحد؟ عاد أكون بس يطلع لنا واحد طيب يعني يكشف لنا الوقع الموصل ويكشف لنا 800 مليار من خزينة العراق الراحت. أما ما لسا نعمل والبعض والما قالت هذين ما يأكلن زين. هذا الموضوع يراد له جرأة قضائية حقيقية للكشف عن ما يعني تشابه هذه القضية ولكن بصيغة أخرى. بس مو أنت ما تعتقد بأنه إحنا عندنا خوف بالعراق؟ يعني أكو خوف مثلا توجه معارض إلى توجه شخص معين يتهموه بالفساد، يا أخي خافون، يقول لك هذا 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 الشخص قد يكون متنفذ، قد يكون يضرب، يستهدف الحزب، يستهدف أشخاص معينين من المشتكين. يعني ما تعتقد بأنه هذا الموضوع فعلا هو أحد الأسباب الكبيرة أنه ما حد يقدر يروح للقضاء ويقدم قضية بحجم قضية مثل اللي صارت في فرنسا اليوم؟ يعني إذا توفرت الإرادة السياسية يعني مجتمعة أو أيضا برفقة الإرادة القانونية القضائية، القضاء مطلوب عليه أن فعلا أن يعني لا يجامل ولا يعني يكون لديه أحكام هنا وهناك أو أحكام قد تكون مزاجية في بعض الشيء. بس شتان بين الإرادة السياسية بالعراق والإرادة السياسية في فرنسا مثلا على سبيل المثال. المواطن اليوم يقول لك إرادتنا السياسية ما بها أي إرادة، كل واحد يريد شيء وكل واحد يريد توجه واليوم مع اقتراب الانتخابات تتصاعد عمليات التسقيط وتتصاعد عمليات الدعايات الانتخابية والتصريحات. وين يا إرادة سياسية هذه؟ مو هي ديمقراطيتنا فتية أخ أحمد. يعني طيب. الديمقراطية يعني في العراق تعرف ملابساتها وتعرف الاختلالات اللي بيها هو، لكن حينما أرادوا فعلا أن يعني إرادة القرار السياسي حينما أرادت أن تستبعد أو أن تحاكم أو أن تقاضي، قاضت من السنة نواب رئيس جمهورية، نائب رئيس جمهورية، قاضت من السنة وزراء بأدلة طبعا، ونتمنى نفس هذه الأدلة لتستغل لآخرين أو ضد آخرين، وهي علامة إيجابية طبعا بالمناسبة قضائيا وقانونيا فيما إذا طبقت بعيدا عن الميول السياسي هنا وهناك. فنفس الإرادة السياسية لعقلت الطارق الهاشمي تجيب الإرادة السياسية تجيبه للفاسد للعنوان أيا كان من أي عنوان زي. للفاسد الوقع الموصل، للفاسد اللي هلط 800 مليار دولار، للي يعني هو حقيقة مو بس هو يعني اختلاس أو يعني عملية ضياع هذه الأموال فقط، وإنما أرسى لنظام فساد مدقع في البلد يمكن النوبة يجر علينا 100 سنة النوبة لو 100 الله خالج ديمقراطية. فهذه حقيقة نتمنى أنه تستثمر ونوبات يطلعون النهاية القوية الأمين
العناوين هاي الشجاع المدري ايش واختياركم الرموز الرمزية هاي والعنوان والكذا هذني بس واحد يطلع من عندهم يعني شاطر وعنده شوي إرادة طيب وتمكن طيب بس اكو قضايا يعني تدري هي اكبر الحكومة العراقية تواجه قضايا اكبر من موضوع فقط والله فساد انتخابات بغداد صارت بالق يا اخي اليوم قضيه مهمه جدا زميل مخرج طالع لنا صوره رجب طيب اردوغان الرئيس التركي يعني اليوم صحيفه اي البريطانيه نقلت هذا الخبر واضح جدا من تصريحات من النواب الكرد صار لها يومين ثلاثه دي يتكلمون يقول لك يا اخي اليوم حقيقه اكو دخول مسافه 15 كيلومتر من قبل القوات التركيه بأراضي إقليم كردستان وأراضي العراق بشكل عام خلينا نقولها بصراحة أردوغان هدد اليوم قال ياب احنا رح ندخل سنجار رح نجتاحها ورح نطرد الأكراد منها إذا الحكومة العراقية ما سوت شيء كل هذه الأخبار ما تعتقد الحكومة العراقية اليوم في ظرف يعني غريب جدا مريب جدا ما رح تقدر تطلع منه بسهولة اليوم الحكومة العراقية داخل بهذه المواضيع اليوم دا يطالبون نواب الكرد يضغطون على الحكومة روحوا اشتكوا دوليا هذا غزو للعراق مو احنا موضوع الفساد وال يعني القضايا الخلافيه والاختلالات الاخرى القضائيه والقانونيه يعني هذه يعني ضمن البيت العراقي ويعني هي تسير مع محاربه الارهاب تسير مع هكذا ازمات سياسيه لا يضر يعني لا يضر انه تتعاضد كل القدرات والامكانات وحتى الامكانات الاستفاده من الخبرات الدوليه ل يعني القضاء على الفساد حتى يصير عندك مركز قرار قوي وشجاع ويواجه هكذا مشاكل طبعا هو اذا مستشر الفساد والخلل الاداري بمرفقات كبيره من الحياه ومن اداره الامور بالبلد طبعا نضعف يعني طبعا ما نقدر له لا الفلان ولا علان من حكي انا هو يجي مسؤول من دوله مجاوره ويظل ينكخ بينا ويعربد ويزربد يمنا وما حد يقدر يحكي ولا حد يرد له ومن ترد له وحده من الجهات المسؤوله ايش ترد له بدبلوماسيه مجامله تخاف لا ينزعج هذا جاي هنا يمنا بالبيت بدارنا ويحكي علينا وتدخل بشأننا وهذا لازم ما ينتخب وذاك لازم مدري ما يعني ما يراهم او ما ينسجم مع تطلعاتهم فهذا لازم ما يشترك بالانتخابات ذاك لازم يروح يعاوننا بمحور ما اعرف منه خارج الحدود هذا من يحكي طبعا شلون ما يشوفوا اردوغان ويجي يفيط بسنجاره ولا غير سنجاره فهذا الامر من يشوفوك ضعيف حلقتك وتقلق لانك فاسد ومالي جيبك وحاشا قدرك انت طبعا تكون عنده الاهتزاز يعني مهتزه شخصيته ايش يقوم يرد والله يشوفوا الاردوغان مارد يعني ما يقدر يحكي وياه ويشوفوا المسؤول اللي ايضا تدخل كما طيب قلت لك طيب بس ايضا يشوف بس احنا خلينا نكون صريحين يعني احنا اليوم مو بزمن الامبراطوريات الفارسيه والعثمانيه احنا اليوم بزمن بمجلس امن دولي بدنيا بامم متحده يعني معقوله ده تدخل تركيا بالاراضي العراقيه بهذا الشكل شكوى بسيطه من الحكومه العراقيه على الموضوع وانتهى الموضوع الكرد اليوم يقولوا لك السكوت هو مؤامره علينا اكو مؤامره علينا احنا الكرد هاي عفرين راحت وسنجار وباكر وعقبه على الاقليم هذا تصريحات متصاعده موجوده حقيقيه مو كلام يعني هم مو اشتكوا بكت بعشيقة اشتكوا بمجلس الأمير بالجامعة العربية أسولهم تركيا أسولهم تركيا عندهم مخاوف من الإرهاب ويقول لك كثير من فصائل عسكرية بعينها في العراق تدعم هذول الإرهابيين البككة هسه طبعا هي تغيرت الأمور فيما بعد وعلى ضوء التطورات التي لحقت أو تبعت قضية الاستفتاء طيب. تغيرت المعادلة بعض الشيء ويعني الآن صار التفاهمات ما بين الحكومة العراقية والتركية تفاهمات يبدو أكثر انسيابية وأكثر يعني أريحية هذه العقدة حتى لا يصير تداخل بالخنادق الأكراد في موضوع مطالبتهم اللي ذكرتها حضرتك هذا الأمر يعني يحتاج حقيقة إلى مزيد من التنسيق المتبادل ما بين الدولتين كما
نسقوا على غلق الحدود كما نسقوا على التدريبات المشتركة. العقدة اللي ما قاعد يعني يشتغلون عليها الجماعة وما أعرف شنو سرها، إنه هذا القرار الذي حصل بوقت سابق قبل الاحتلال قبل 2003 كان هناك اتفاق مسبق يجيز لقوات من البلدين لملاحقة معارضيهم ومن بينهم البككة، يجيز للحكومة التركية والقوات التركية وهو توفيض أيضا متجدد من البرلمان أنه تدخل بعمق كذا، منهم من يقول 10 منهم من يقول 15 منهم من يقول لل 25. يعني قانونيا الأمر صحيح هو مو قانونيا إن صح التعبير، هو اتفاق متبادل ما بين الحكومتين. وحكيت نوبة آني في برنامجك هذا في لقاءات سابقة حينما كانت أزمة بعشيقة، يا أخي المسؤولين العراقيين يروحون تركيا أو الأتراك من يجون للعراق، يعني هناك برامج عمل، برامج للزيارة أو الزيارات التي تحصل، ولكن هذا الاتفاق لم تتوضح أبعاده، سواء أنه يتم تمديده حتى تجيز لهذه القوة أو تركيا، يعني باكر العراق همين صارت عنده مثلا معارضين ما كما كان هو الاتفاق السابق. طيب أنتوا يعني تريدون هالاتفاق لو لا؟ اقطعوا الشك، لأنه يقولون هو باطل، لأنه إحنا ما جددنا وراء 2003، ما جددنا هذا الاتفاق، وبذلك لدينا يقين أو لدينا اعتقاد أنه هذا الاتفاق باطل. طيب السلطات التركية بعدها جاءت تعمل به، وبعدها التفويض البرلمان مستمر هنا. إذا حسمت هذه القضية، مطلوب من الحكومة العراقية أن تقطع دابر الأمر، أنه لا موضوع هو فعلا تدخل قائم، لكن قصدي باللغة الدبلوماسية والسياسية يصار إلى أنه إحنا هذا الاتفاق في حل عنه، لا هو اتفاق مكتوب ولا هو اتفاق مع اتفاقية. خلينا نفترض هذه الاتفاقية ماشية ولا زالت الأمور بشكل متفق عليه بإطار استراتيجي بين تركيا وبين العراق. العراق أخي رفضوا، قال احنا في حل من هذا الموضوع وفي هذه الاتفاقية ونرفض تدخلهم في بعشيقة. طيب. يردون عليه. طيب. يردون عنه يعني هذا الكلام. ما أعرف، يعني يبدو تبادل المصالح أو طيب. تغيير المواقف يحصل. بس المشكلة والتصعيد اليوم مو على القضية الأمنية فقط، اليوم عفرين مئات الآلاف من العوائل الكردية المدنيين، يعني مو مقاتلين، طلعوا خوفا من الأتراك. معروفة أكو مجازر سابقة في تركيا صارت بمعاركها ضد الكرد، مجازر خطيرة جدا. اليوم يا سيدي الكريم الخوف هذا يتجدد في العراق، يقول لك هذه سنجار همين راح يدخلوها على البككة وكذا، وهذه عوائل راح تطلع. طيب منو راح يضمن حقوق العوائل الكردية والتركمانية وغيرها من هذه العوائل للخلاص من هذه المعارك؟ يا أخي ماكو آلية. احنا قبل هذا الشيء تذكر جنابك بحلقة سابقة قبل هالحلقة قلنا طيب. انه ابو الموصل رئيس مجلس المحافظة الكيكي طالب البككة بالانسحاب. جيد، نطاهم 6 أيام، نطاهم فترة انذار. أنا واثق أنه لا ينسحبون ولا داروا بال لهالانذار قيد شعره. جيد. وهم باقون. جيد. بدليل أنه ما زالت السلطات التركية تعلن عن قلقها من وجودهم في سنجار. طيب أنت يعني كدولة وكحكومة عراقية يعني هل تكتفي أنه فقط بتنبيه أو تحذير الكيكي؟ يعني حينما حصل موضوع الإرهاب ومقاتلة داعش جندت كل القوات لموضوع، يعني إضافة للموصل موضوع التوجه إلى تل عفر، ويعني بقوا أشهر محاصرتها ومقاتلة الإرهاب إلى أن أزيح عن بكرة به إلى غير رجعة. طيب يعني يحتاج الآن تثبيت مفاهيم، هل أنه بككة خلص لم تعد تدعم من قبل أي جهة أو أي فصيل سياسي عراقي؟ هذه الملاحظة الأولى، يجب أن تثبت التبرئة من دعم هذا الفصيل الإرهابي بالكامل. طيب. ثانيا تحدد مفاهيم
حقيقية معلنة ورسمية. هل إنه لأنه طبعا ليس الكل تعتبرها جهة إرهابية هاي البكك، ومنهم من قاتل بهذه المعركة أو تلك يعني في مواجهة الإرهاب إن صح التعبير على وفق طريقتهم أو على وفق ما يعلنون، تثبت هذه الثوابت أو ترسخ أنه هاي جهة إرهابية وإحنا ليس فقط مع تركيا، مع كل المجتمع الدولي نشاطر الرأي في البككة وغير البككة، الجهات الفلانية الفلانية ويسموها وحدة وحدة حتى هذني اعتبار قرار أنه هذني إرهابيات. جميل، من صار إرهابيات؟ أنت الآن جبتني إلى سؤال مهم جدا، سؤال من مواطن كردي سأل هذا السؤال على طرحك، قال ليش الحكومة العراقية يشتد أدائها ويشتد اهتمامها من تجي الموضوع على البككة اللي هم تعتبر منظمة إرهابية، ما غير حركات موجودة الآن معتبرة إرهابية وشخصيات إرهابية قاعدة تفتر بنص العراق اليوم، ليش ما يصير اتفاق معين وحركة معينة ضد هذه المنظمات الإرهابية على غرار اللي دا يصير ضد البككة بسنجار وهو أمر مدعوم يعني من كل المواطنين العراقيين الشرفاء؟ يقول لك أكو استهداف معين، أكو نظرة معينة، هذا الطرح اللي موجود بالشارع. من يقصد يعني جهات إرهابية بالشارع؟ جهات إرهابية، أكو حركات عديدة اليوم اعتبرتها الولايات المتحدة الأمريكية بالعراق اعتبرتها، يعني مثلا أعطيك مثال، يعني حركة النجباء مثلا هي معتبرة إرهابية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بنفس الوقت هذا الموضوع شائك جدا بالنسبة للحكومة العراق. لكن هذا الطرح الكردي مقارنة شيء بشيء، يقول لك هذه إرهابية وهذه إرهابية، ليش ما تتصرفون؟ ولأن الطرح الكردي حول الحشد أو الميليشيات جاء بعد موضوع كركوك. وأريدك تقول لي منو هذا المسؤول الكردي اللي حكى لك؟ من هذول اللي يقولون إنه الدخول إلى كركوك احتلالا لو غيره؟ منو بسمي لي أبا الاسم حتى أعرفه، مو أنا دا أجاوبك. من يعتبرون دخول كركوك من قبل القوات الاتحادية احتلالا؟ خلنا نفتهمه بلشين جابوا شكل زين، وإذا ما يعتبروا احتلالا حتى نظل على موضوع سنجار ولا تحكينا بعد يعني. لا جاوب لي على اللي ينظر لك هذه النظرة. هو منه اللي قال لك هذا؟ هذا منه اللي قال لك؟ موجود هذا طرح موجود هذا مواطن كردي، أنا ما أخذت كلام النائب ولا شيء، هذه تعليقات على البرنامج. المواطن الكردي عليه أن يعرف أنه النجباء ومثلها ربما بدرجة أخرى العصائب طيب بدوائر معينة، يبدو الكونغرس أو مجلس النواب الأمريكي معتبرها يعني كمشروع لم تقرر يعني كرسميا لا من أمم المتحدة ولا من الجانب الرسمي الأمريكي أنه إرهابي، حتى يكون هذا بالعلم. من دوائر البرلمانية الأمريكية اعتبرت كذلك، يبدو هناك آلية لرفع هذه الأسماء إلى الجهات الحكومية لإقرارها هي تحت اليد ما زالت. أما قاعد يتفطن لي هسه الأخ المسؤول الكردي ويقول هذه جهات إرهابية أو تلك، وين كان قبل الكويت؟ جو قبل الكركوك؟ شو ما قال؟ ما سماها بالإرهابية؟ طيب، فحتى نكون إحنا يعني دقيقين بالوصف ويعني نتحدث بمنطقية عالية، لماذا نقول أنه تسمى الأشياء بمسمياتها؟ يقولون أنه بككة يعني الجانب الرسمي العراقي تعتبر إرهابية حتى يشاركون مع الجانب التركي أو مع أي جهة أخرى تريد أن تقاتل البككة في سنجار وغير سنجار من الأراضي العراقية وطردهما. إن توفرت هذه القضية أو هذا الموضوع الاعتراف وكذلك الإرادة في التعاطي مع هذا الملف مع الجانب التركي، يعني أنا هسه شلون أنظر للوجهة النظر الرسمية الحكومية أنه بعشيقة بها تواجد تركي والمطلوب أنه يغادر؟ طيب، مو هذا يعني طيب، كل البيانات والخارجية واحد والأمم المتحدة والجامعة العربية الشكاوى ذيك هي جاهزة زين، والسنجار هذا طبوا يعني إشكالية مطلوب من الحكومة العراقية أن تفك هذه العقدة. هناك بعشيقة مدري كم كيلومتر هاي قوات احتلال وغازية ويجب أن تغادر، والحكومة التركية ودزت رئيس الأركان بعثته إلى العراق
تريد منها التعاون، يعني تعاونين التعاونين، ما تعاونين ترى نخش بسنجار. يعني هنا يعني القرار الموحد العراقي كيف سيصدر؟ طبعا بعيدا عن اراء الفصائل المسلحه وما اعرف من هو، كل ساعه يطلع انه واحد يدد واحد نوبه، شيلها بنفس اليوم، شيلها من بعشيقه وضربها ووداها لسلوبي، وداها لتركيا، وهو جاعد مكانه ببغداد ومتحنبط بالكلاشنكوف. فبعيدا عن هاي التصريحات، الحكومه العراقيه موقفها من دعوه الرئيس اردوغان الرئيس التركي انه يطلب التنسيق والتعاون كذا لإزاحة بكك من سنجار. طيب بس هي لغة أردوغان يا سيدي الكريم، لغة أردوغان كأنه واحد دي يحكي ويا طفل صغير، يقول له إذا أنت ما تسوي شيء أنا راح أطب بهذا المكان. يعني ما دي يحكي بطريقة دبلوماسية ولا بطريقة مقبولة سياسيا. يا أخي معقولة هو يستصغر العراق بهذا الشكل بتصريح سطر ونص دمر الدنيا اليوم وبالأخبار وطلعنا به عواجل بقناة التغيير وكل هذا معقول؟ يعني العراق يعني ما المفروض بهذه المكان اليوم إنه يوصل إلى لغة سياسية محترمة من قبل على الأقل الدول الجوار؟ هو يعني الموضوع هذا يعني متفعل من أيام، ولهذا قلت لك أنه التأخير بالتعليق، التأخير ببيان الموقف من قبل الحكومة العراقية طبعا فيه تقصير كبير. يجب أن يعني تتوازى الفعاليات أو الرؤى والمواقف العراقية الرسمية مع الحدث. عفرين اليوم سنجار غدا، يعني وهذه تصريحات رسمية معلنة. وموضوع الاستصغار ما استصغار، يعني ربما يعني أنا استبعدها، أقول أنه هو يريد يثير الحماسة بالرأي العام اللي عنده في تركيا. طيب. ويعني حنقهم على أكرادهم يعني اللي يعتبروهم يعني خارجين عن القانون وما شابه، يريدون حقيقة هم يحثون العراق على أن يظهر أو يطلع بموقف تجاه هذه القضية المستعصية. أنا كنت أريد أكمل لك. طيب. أخ أحمد أنه طيب موضوع يعني سنجار، هي سنجار يعني خاضعة للجانب الإقليم، يعني هي تابعة لي يبدو كردستان من جانب الجانب الديمقراطي. الآن إحنا من قاتلنا للإرهاب عراقيا. طيب. تطلب الأمر تنسيق أمريكي، وهذا حكوه طبعا حكاه حتى السيد العبادي، تنسيق أمريكي عالي المستوى مع الجانب الكردي، تنسيق شخصيا العبادي راح للسيد مسعود البرزاني وقال له أنه الجيش العراقي يدخل ودخل بانسيابية وتنسيق عالي متفاعل. الآن هسع هم نروح يعني نقول له، لأنه هم أكو يبدو حزازات والموقف يعني فيه حساسية على ضوء كل هاي التداعيات مع الموضوع الاستفتاء. الآن مطلوب أنه يروحون لازم للإقليم حتى يقولوا له يعني ترى بلش انت لاحق التركيا أنه نشترك معها أو ننسق معها، وأنتم أيضا البيشمركة فيما إذا أردتم أن هذه ضربت على الوتر الحساس. زين إحنا ليش محتاجين تركيا في القضاء على البككة وغير البككة؟ يعني عندنا قوة جيدة وما شاء الله الحكومة العراقية يعني إذا تسوي أوردرات على أسلحة كثيرة، S-400 الروسية وغيرها ودبابات و-F-16 جتنا طائرات، ليش إحنا محتاجين تركيا مثلاً يعني إذا تساعدنا على البككة؟ قضينا على أعتى التنظيمات الإرهابية بالعالم وبتاريخ البشرية كلها. لأنه هو خلينا نقول عدوها لهاي المنظمة هو يطالب بالتدخل لحل هذه الأزمة بالتنسيق يعني هذا أمر طبعاً أيضاً إيجابي، أنه يعني شافها من دخل بعشيقة لأغراض التدريب ازعلوا الجماعة، إذا دخل لأغراض إزاحة خارجين عن القانون إن صح التعبير نقول إرهابيين، يعني شوف لأنه هي التسمية والمصطلح يفترض أن يثبت كما قلت. يعني نعود إلى موضوع تساؤلنا. طيب. إذا دخلوا وافق لهم البرزاني أو نسقوا لهم مع أي يعني القوة الكبرى والعظمى وافقوا لهم ودخلوا، زين مو هي هاي من المتنازع عليها؟ مو هي هاي يعني هالمرة يعني ايش راح يسوون؟ يعني هم تصير نفس معارك الموصل وبيها ناس وبيها سكان وهذول جاوا واجتموا البككة. عملية إزاحتهم يا أما بحل سياسي أولا تتيح أنه يابا
اخرجوا من المدن، تشوفون شركم حتى نأمن انه ما تصير خسائر بشرية. ما فاد والله، يعني ما منهم، ما وراهم الا القوة، لانه احنا مو القوة لانه والله اردوغان شيمنا، لا القوة لانه ما نريد احنا عناصر خارجة من القانون. بس البكا كاتفاق سياسي وين يروحون؟ يعني المشكلة انه الحكومة العراقية اول ما دخلت البكا الى هذه المناطق، الحكومة العراقية اتهمت تركيا بانها متفقة سياسيا مع البكا انها تنسحب وتروح الى سنجار والمناطق اللي موجودة بشمال العراق. طيب وين يروحون؟ يعني اليوم اوكي بسنجار راح تتفق معهم سياسيا، الى اين؟ يقول لك احنا ما رايحين لاي مكان، صار هذا على اساس اتفاق وكذا، وكان اتهامات كانت متبادله بين بغداد وتركيا، الى اين؟ هو هناك تفاهمات كما قلت لك. طيب. وهذه معلنه وما مستحيل من عدد كثير من الفصائل. ان ما تقدر الحكومه العراقيه تفتح قناه حوار معهم للتفاهم، انه يابا ذاك جبل قنديل وانحروا على جبل قنديل، ذيك حدود بلدكم ولازم ما تقدرون تتسلطون عليها، ساعه ما واقفين هم الجيش التركي مثل السياج. يعني هم طيب. هم منين جونا غير سلتوا من من الجانب التركي جي. فابوي ردوا على اراضيكم، انت يا اردوغان روح تولاهم ببلدك ولا تخلونا ساحه نزاع وساحه صراع. هسه مو قاعد يقولون على امريكا وايران ان لا يجعلوا من العراق ساحه صراع جي؟ هسه ساحه صراع مو هاي هم من بؤره، وبؤره حساسة وراح تثير لنا النوبل كراد أيضا، وراها هم راح يطلع الاحتلال العراقي لسنجار ويبلونا مثل ما الاحتلال العراقي الكركوك. يعني حتى شوي احنا هسه نريد نهدئها، واحنا مجبلين على انتخابات. طيب. وتشكيل الحكومة هم راح تاكلها لهم 6 شهور جاية السنة. نزل. ها فما ناقصين هسه بكك على كيفك يا ابو اردوغان. هي صار لها سنين بكك تعيث بالشمال، هسه والله استقويت بعفرين. ها تاتيجي عود، يعني هذا الامر يراد له عمليه تنسيق مو الحق الحق. والجانب العراقي هذه القضيه تعني له بعض الحزازات والحساسيه. بس انت تدري يعني دخول تركيا الى مناطق اللي بسوريا، شفنا هذا المشهد بعفرين، دخلت قوات تركيا ولا كردي ظل موجود بالمدينه، ما بقى الا المسكين والمعاق، هذا اللي بقى قوة يعني اكو ضغط. طيب يعني اليوم تعتقد الكرد العراقيين مثلا على سبيل المثال اللي موجودين بسنجار راح يتقبلون الوجود التركي اذا اجتاحت تركيا؟ طبعا ما راح هم راح يصير مهجرين، وراح ندخل بقضيه مهجرين، ما يكفينا الموجودين من النازحين اللي هم قاعدين، راح نطلع بقضيه اخرى اليوم. يعني هو ما مقبول اكيد اي تواجد غريب يعني عن البلد، ولكن كان الاجدى ايضا انه يصار طالما هم وكانه يعني حتما، لانه انا دائما اذكر لك واذكر امام الاخرين انه الاكراد لديهم حاسيه يعني بالحوار وبالتفاهمات السياسيه يعني ناجحه وفاعله، لذلك هم حتما الجهات التي مسؤوله اداريا او حتى سياسيا عن سنجار تدرك انه اذا ما اليوم باكر يعني تركيا راح تحطط لهم وتجي وتضايق، اذا ما تضايق الحكومه العراقيه تضايقهم يعني كمن هم يديرون المدينه. طيب. ممتاز. فعليه كان الاجدى، انا في رايي الشخصي كان الاجدى بمن يدير هذه المدينه انه يعني يطلب من البكك مال اليوم باكر ثاني يوم عندكم عقده، عندكم مطالبات سياسيه، عندكم مطارده، عندكم مدري شنو، اطلعوا هسه خلصت موضوع ممتاز. داعش ممتاز وتشوفون شركم هذا. طيب. يعني يرقب بينا ويتابعنا ابو تركيا، فخلصونا من هاي الازمه. ممتاز. اللي يلف هيك ناس عليه ايضا ان يتحسب لمثل هذه الامور الحاجة. ممتاز. الخبير الاستراتيجي والباحث في الشان العراقي الاستاذ رعد هاشم، شكرا جزيلا على حضورك. شكرا. اعزائنا المشاهدين وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، انا محدثكم احمد الادهمي، الى اللقاء.